يا سلام وينو حكيمي جول 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 شنو هذا لا 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 يا فخر العرب يا فخر العرب يا أشرف يا حكيمي يا أشرف يا حكيمي هدف خامس الريال أشرف حكيمي حكيم حكيم أشرف حكيمي حكيم حكيم الرنيم رنيم والله يذكرني هذا الهدف. بات الدولي المغربي أشرف حكيمي أول لاعب دولي عربي يخوض مباراة رسمية بقميص نادي ريال مدريد. مباراة الملكي أمام إسبانيول كانت مباراة تاريخية بالنسبة للفتى المغربي الذي لعب 90 دقيقة كاملة قدم خلالها مردودا جيدا. أشرف حكيمي المغربي الذي اختار بوابة البرنابيو لدخول التاريخ، الظهير الأيمن المغربي بات أول لاعب عربي يحمل قميص الملكي في مباراة رسمية. تلك كانت الخطوة الأولى في طريق المجد الذي بدأه من القمة من قلعة الميرينغي، قلعة أحد أعرق الأندية في أوروبا والعالم. هي الصدفة التي قدمت هدية ثمينة لحكيمي فأحسن التقاطها. مرض كارباخال الظهير الأيمن الأول للريال فسح المجال ميلاد نجم جديد، نجم عربي يحمل راية مغربية. حكيمي خاض 90 دقيقة كاملة أمام إسبانيول ولم يستبدل لتكون البداية مشجعة لصاحب الرقم 19. الفتى المغربي رأى النور في العاصمة الإسبانية سنة 98 من عائلة مغربية منحدرة من مدينة القصر الكبير. ولادته في أحضان إسبانيا لم تنسه جذوره وأصوله، فكان المغرب اختيار القلب بالنسبة له. فلم يتأخر في تمثيل أسود الأطلس وخاض معهم 3 مباريات لحد الآن، بل إنه لم ينتظر ليسجل أول هدف له بقميص الأسود. حكيمي فرض نفسه الآن نجما داخل كوكبة نجوم الملكي ليجاور أفضل اللاعبين في العالم كريستيانو رونالدو راموس مودريتش وآخرين. عن سن 18 فقط كتب حكيمي أول سطر في كتاب مسيرته الذي يلوح حافلا بالإنجازات.